مكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برقيبة بقيادة قائد كتيبة من توقيف شاحنة نفعية مهيئة بهيكل الصندوق الخلفي الخاص بشاحنات التبريد في حالة جد مهترئة. بعد تفتيش الشاحنة عثر على متنها على كمية معتبرة من الحلويات التقليدية نوع قلب اللوز يقارب وزنها 9 قناطر دون احترام أدنى شروط النظافة والحفظ. رفعت ضد المشتبه فيه مخالفة عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية في شروط الحفظ عند النقل، مخالفة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، ليتم على الفور إتلاف السلع المحجوزة وهذا بالتنسيق مع ممثل مصالح التجارة.